فريق الوداد البيضاوي من الفوز على جاره الرجاء بحصة 91 نقطة مقابل 68 في ختام الجولة السادسة من البطولة الوطنية أمسية الاثنين. فوز خول للوداد اعتلاء صدارة شطر الجنوب برصيد 9 نقاط. الروبورتاج لسفيان الرشيدي وسمير نور. هي طقوس اعتادت عليها جماهير الوداد، بطله المدرب السربي زيلكو زيزيفيتش الذي تقاسم فرحة الانتصار في مباراة ديربي كرة السلة أمام الغريم التقليدي رجاء البيضاوية مع جماهير الوداد العريضة التي حضرت لمتابعة اللقاء في غياب مناصري النسور الخضر بعد اتفاق مسبق بين الطرفين يقضي باختصار الحضور خلال مباراتي الذهاب والعودة على جمهور الفريق المضيف. الوداد الذي يعيش أزهى فتراته خلال السنوات الأخيرة رفقة مدربه السربي الذي وضع ثقته في أصول من اللاعبين الشباب وجاء رجاء العائد للدوري الممتاز بعد أن ضل طريقه في فترة سابقة في غياهب القسم الثاني. ربع أول أكد صحة الأحكام المسبقة التي رشحت الوداد للفوز. رفاق الأمريكي كورام بيتمان كانوا أكثر نجاعة تحت السلة. رضوان أرزان وظف خبرته لتخليص نوف الرباحي ورفاقه من ضغط المباراة دون طائل لينتهي ربع الأول ب 28 نقطة مقابل 17. الربع الثاني أعاد رجاء الأجواء المباراة. أيوب عمار ورفاقه وضعوا الوداد تحت الضغط في فترات متقطعة، إلا أن خبرة أصدقاء عبد الفتاح فروقة حافظت على التفوق خلال الشوط الأول بفارق 6 نقاط لا غير. باش نكونوا واضحين بان الفريق الوداد البيضاوي الى عنده دي زيترونجي هما اللي داروا الفرق في جوله المقابله هذه، لان كنشوفوا ان كره السله حاليا بين زيترونجي حاليا هما اللي كيديروا الفرق. اما اللاعب المغربي فاحنا عندنا اللاعب المغربي حاولنا ان نوقفوا النت، حاولنا نكونوا في المستوى اللي هو مطلوب. My objective as a coach here to give the stability of the Wydad basketball section. This is the gift. هدفي كمدرب هو أن أمنح الاستقرار الكافي للفريق. مشروعي للوداد والرياضة المغربية هو ما أفصحت لك عنها، إنجاب لاعبين بمواصفات عالية بعيدا عن الصدفة. يجب أن نعمل جميعا على إعادة الاعتبار لمدرسة الوداد لتكون مفتاحا للعب بالفريق الأول. And I give them chance to play in the first division. بداية من الربع الثالث مر الوداديون إلى السرعة القصوى بدعم كبير من جماهيرهم التي تبعت عن كتب اتساع الفريق الذي وصل إلى 17 نقطة قبل نهاية الربع الثالث. علي حراس ومالكوم غريفين وسعوا الفريق وأمنوا نتيجة الفوز خلال الربع الرابع والأخير، والنتيجة النهائية بلغت 91 نقطة مقابل 68. Both team play. كلا الفريقين قدموا مباراة جيدة، إلا أنه بكل أمانة كنا الأفضل. لقد ضيعنا فرصة إنهاء المباراة بحصة عريضة. أنا سعيد بالنتيجة المحققة خلال مباراة الديربي. حظ موفق لرجاء وأتمنى كل التوفيق لأبناء بالوداد. Hard luck for Raja. Good game and big happiness and success for the Wydad. أنا ابن الفريق ونائب الفريق. فريق الرجاء البيضاوي خاصه الدعم المادي. الدعم المادي اللي كنشوفوا من الرئيس ونائب الرئيس الشيء الوحيد اللي كتخبطوا مع الفريق. يعني الان مواصلة كرة السلة كتجلى في الدعم المادي باش عندنا الرجاء البيضاوي يرجع للمستوى المعهود ديالو. صورة رائعة تلك التي قدمها الجمهور الودادي وهو يحتفل بفوز الشياطين الحمر في انتظار أن يتغلب رجاء على مشاكله ليكون جاهزا لمباراة العودة عن شاطئ الجنوب في موعد سيكون بطله الرئيسي جمهور الرجاء البيضاوي.